وإلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بدا أنه رسالة طمأنة إلى الغرب في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية حرب أوكرانيا وتنامي المخاوف من اللجوء بالتأكيد إلى السلاح النووي. وجاء بيان الخارجية الروسية تفصيليا عما سمته ثوابت سياسة منع وقوع حرب نووية. وفي بيانها شددت الخارجية على التزامها بضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وأكدت على ما وصفته بثوابت سياستها النووية إن منع وقوع الحرب النووية هو من ثوابت السياسة الروسية، ومنع انتشار استخدام السلاح النووي من ثوابت موسكو. اللجوء للسلاح النووي لن يكون إلا لأغراض دفاعية ردا على هجوم مماثل يهدد أمن الدولة الروسية. وأيضا دعت روسيا الدول النووية إلى التوقف عن تشجيع الاستفزازات باستخدام سلاح الدمار الشامل، وشددت على ضرورة منع أي مواجهة مباشرة بين الدول النووية. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، برحب بك في برنامج خبر اليوم. أهلا بك أستاذة أميرة، وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني بيان وزارة الخارجية الروسية بدأ وكأنه رسالة طمأنة إلى الغرب في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية حرب أوكرانيا وتنامي أيضا المخاوف من اللجوء إلى السلاح النووي. ماذا وراء تلك الرسالة؟ في تقديري بتحاول روسيا أن ترسل رسائل مزدوجة إلى الغرب. في بعض الرسائل تقول فيها أنها يمكن أن تستخدم السلاح النووي، في نفس الوقت يمكن أن ترسل رسائل طمأنة، لأنه في الفترة الأخيرة كان الخطاب المعلن من قبل روسيا بيقول أن استخدام السلاح النووي سوف يكون وفق العقيدة الروسية الجديدة التي تم يعني اعتمادها وإقرارها من قبل الكريملين والبرلمان الروسي عام 2020. هذه الوثيقة الجديدة وهذه العقيدة الجديدة تختلف عن العقيدة التي كانت أيام الاتحاد السوفيتي. أيام الاتحاد السوفيتي كان يقول أن الاتحاد السوفيتي لن يستخدم السلاح النووي إلا كضربة جوابية، عندما يتعرض لضربة من الغرب وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية سوف يرد. لكن الوثيقة الجديدة اللي أقرها الرئيس بوتين في 2020 تقول أن روسيا يمكن أن تستخدم هذا السلاح النووي بشكل استباقي، بمعنى عندما ترى أنها قد تتعرض لهزيمة عسكرية كبيرة، قد تخسر بعض المناطق التي استولت عليها مؤخرا، خصوصا أن الكريملين أعلن في الأسبوعين الماضيين أن ما أسماه بمظلة الأسلحة النووية والذرية تمتد وتظلل المناطق الأربعة، وكان يقصد دونيستك ولوغانسك وبالإضافة لزاباروجيا وأيضا مقاطعة خيريسون. لذلك ربما جاء هذا البيان اليوم للتخفيف من الهلع الموجود في الغرب والخوف الموجود من الغرب. لكن للأسف هذه الرسالة في تقديري جاءت في غير وقتها. لماذا؟ لأنه في ذات اليوم، وهو اليوم، أعلنت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر في الجيش الأمريكي بأن القادة العسكريين الروس ناقشوا بالفعل إمكانية استخدام السلاح النووي في شهر أكتوبر الماضي، وأن البيت الأبيض ورئيس جو بايدن على علم كامل بهذه التفاصيل وهذه الاجتماعات. نعم، التفاصيل تقول أن الرئيس بوتين لم يشارك في هذه الاجتماعات، أنه على الأرض لم يتم تحريك مثلا القنابل النووية من مكانها بحيث تكون على القاذفات أو على الصواريخ أو حتى المدفعية التي يمكن أن تطلق هذه الأسلحة، لكن على الأقل تم مناقشة هذا في الدائرة الضيقة للقادة العسكريين الكبار. الاستخلاص الأمريكي من هذه المناقشة أمرين: إما أن يكون هناك يأس لدى الجانب الروسي في إمكانية أن يحقق انتصار بالأسلحة العادية والكلاسيكية الحالية، أو أن يكون الرئيس الروسي والكريملين بيحاول أن يخوف الغرب ليجبرهم للضغط على أوكرانيا للقبول ب يعني تنازل عن شبه جزيرة القرم في مقابل إجراء استفتاء جديد في المناطق الأربعة كما اقترح بعض الوسطاء من الغرب وكان من بينهم كيسنجر. لذلك بتعتقد روسيا أنها بترسل رسائل متضاربة حتى يعني يكون لديها ما اسمه ميدفيديف
نائب رئيس الأمن القومي الروسي والرئيس الروسي السابق ما أسماه بسياسة الغموض النووي الروسية، والتي يجب ألا يكون الغرب على علم كامل بنوايا الرئيس بوتين فيما يعمل بهذه الأسلحة. لكن أنا في تقديري هذا الخطاب بدأ حتى قبل الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لأنه عندما جرت لأول مرة في 2022 المناورة الاستراتيجية الروسية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، يعني قبل الحرب بحوالي أسبوعين، جرى استخدام هذه الاستراتيجية بشكل كامل، وأشرف عليها بنفسه الرئيس بوتين، أشرف على إمكانية تحميل القنابل النووية على رؤوس الصواريخ سواء المتوسطة أو القصيرة المدى في أوروبا، وهذا كان واضح جدا في قاعدة كولا الموجودة في أقصى الغرب أقصى الشمال الغربي من روسيا، وأيضا على بعض الغواصات الموجودة في البحر الأسود وفي بحر البلطيق. لذلك فكرة استخدام السلاح النووي أنا في تقديري موجودة على الطاولة. الهدف من إرسال رسائل التخويف في الغرب حتى لا يتم الضغط على روسيا لتصل إلى مرحلة استخدام هذا السلاح، وفي نفس الوقت إرسال رسالة أيضا متضاربة تقول أن روسيا لن تستخدم هذا السلاح، ربما لفتح باب التفاوض أو باب النقاش. ونحن رأينا في الأسبوعين الماضيين كيف جرى اتصال ما بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي، وكان الحديث عن ما يسمى يعني القنبلة القذرة، والتي تتهم فيها روسيا بأن أوكرانيا تصنع هذه الأسلحة. وبالمناسبة أوكرانيا عندها خبرة كبيرة جدا في الصواريخ النووية والرؤوس النووية، لأنه حتى عام 1994 كان لدى أوكرانيا 174 رأس نووي، وكان لديها 50 قطار نوويا بتحمل صواريخ نووية وقنابل نووية وتسير على مدار الساعة. لكن بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية بودابست العام 1994 تم نزع السلاح النووي من ثلاث دول، وهما بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان، وتم نقل هذه الرؤوس النووية من هذه الدول إلى روسيا في مقابل تعهد الدول الغربية بضمان أمن هذه الدول. لكن نعم هذه الدول تخلصت من الأسلحة، لكن تظل الخبرة الأوكرانية، تظل البنية التحتية الأوكرانية سواء كانت فكرية أو معلوماتية أو حتى ما تتعلق بالمواد الإشعاعية وغيرها تظل موجودة لدى الجانب الأوكراني. بالتأكيد. لذلك أيضا حديث الجانب الروسي عن القنبلة القذرة لدى الأوكرانيين أو أنهم قد صنعوا هذه القنبلة يجب ألا يستهان به، ويجب ألا يأخذ على محمل السخرية كما تتحدث الصحافة الغربية. أوكرانيا بالفعل لديها هذه الخبرة، لكن طبعا لا يوجد أي مؤشر أو توجد معلومات موثوقة تقول أن أوكرانيا تريد أن تعود لهذا الأمر. لكن في شهر أغسطس الماضي سجل بالصوت والصورة للرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه قال أن بلاده يجب أن تندم على السياسة التي تخلت بموجبها عن أسلحتها النووية بموجب اتفاقية بودابست سنة 1994، وبالتالي النية موجودة أو على الأقل الشعور الأوكرانية الآن بأنه لو كان لديها الأسلحة النووية ربما ما كانت روسيا تفكر في العملية الروسية التي بدأت في 24 فبراير. إذن دكتور أيمن، حضرتك ترى أن وزارة الخارجية الروسية بترسل رسائل متضاربة. بشكر دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا.